سؤال الأول من محب يقول لي: كيف كانت تجربتك مع البلاء؟ وبما تنصح من مسه شيء من الضر؟ نقول له: يا رعاك الله، إن البلاء عابر سبيل، فينبغي أن نحسن ضيافته. يقول ابن الجوزي رحمه الله: البلايا ضيوف، فأحسنوا قراها حتى ترحل إلى بلاد الجزاء مادحة لا قادحة. فلولا البلايا لوردنا القيامة مفاليس، ولو فتحت لنا أستار الغيب لأحببنا حزننا، ولو رأينا كيف يغرف للصابر غرفا من الثواب لانتشت قلوبنا وتلذذت بكل وخزة ألم. فلنعش صابرين حامدين. لقد سئل الإمام أحمد وقد مر بمحنة، وما أدراك ما محنة أحمد بن حنبل؟ ألم تصدك المحن عن الطريق؟ قال: والله لولا المحن لشككت في الطريق. فينبغي أن نريح قلوبنا، فلولا البلاء لكان يوسف عليه السلام مدللا في حضن أبيه، ولكنه مع البلاء صار عزيز مصر. ومن المنفى رجع موسى نبيا، ورجع من المهجر نبينا وحبيبنا وسيدنا وإمامنا فاتحا على رأس 10,000 مقاتل. فلنكن على يقين أن هناك شيئا جميلا ينتظرنا بعد البلاء. بعض الكربات قد تحمل في طيها كرامات، فلا ينبغي أن نيأس وإن عظم البلاء. ولنتأمل قول القائل: طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا عدتي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على صبرها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك، يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا ربي خائبة، فبحر جودك ربي يروي كل من يرد. وسوف ندرك يوما أننا كنا نقلق أكثر مما ينبغي، وأن الله دبر لنا كل شيء بأحسن ما كنا نتمنى ونريد. إن الله يبتلينا ليختبرنا، نصبر فيكرمنا، نحمد فيزيدنا، نستغفر فيغفر لنا، ويعلي بين الناس شأننا، ويرضى علينا فيزداد جمال أرواحنا. فسلام على قلوب قرأت، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فأيقنت أنها أيام ليست شهورا وليست أعواما، ترحل وترحل معها الآلام. وسلام على صدور تدبرت، لم أكن بدعائك رب شقيا، فأيقنت أن صاحب البلاء صاحب الدعاء لا يشقى أبدا، فأيقنت أن صاحب الدعاء لا يشقى أبدا. سبحان الله. وسلام على أرواح أوجعتها الجراح وأثقلتها الهموم والأحزان، فكتمتها بكلمة الحمد لله. هذا بعض ما جادت به الروح والنفس في الجواب عن هذا السؤال. وأسأل الله جل وعلا أن يجزي الصابر أن يجزي السائل خيرا على سؤاله لنا الذي فتح لنا أبواب هذه الكلمات. وأسأل الله لنا وله التوفيق والسداد والرشاد. اللهم آمين.